السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عصام. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تصلوا على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي هنكمل في لعبة دبليو دبليو اي سوبر كارد. أول حاجة عايز أوريها لكم إنه فيوجي تشامبر بتاع سامر سلام 17 خلص، وبدأت في البيست، طلع لي ذا ميز وحطيته هنا في البيست. انضميت لتيم جديد اخيرا الحمد لله، ويا رب يطلعوا تيم يعني اكتيف، ناس بتلعب كتير، بيفتحوا تيم باتل جراوند كتير عشان الموضوع يبقى كويس، يعني ما اضطرش امشي منهم تاني. ان انا اليومين اللي فاتوا دخلت في بتاع خمس فرق وطلعت منهم تاني بسبب ان محدش كان بيرد عليا في الشات، فعرفت ان هما مش اكتيف. طيب apply one enchantment to a card، عايزين نجيب شوية توكنز حلوة عشان انا ادوس عليه عشان الجراند باك تشالنج. عايزين نفتح واحد دلوقتي، معانا 18 توكن ماني ان ذا بانك. عايزين نلعب اربع ماني ان ذا بانك، نلعب اربع ماني ان ذا بانك معاكم. معانا ميك فولي وبروك ليزنر. زي ما قلنا امبارح ان بيكي لينش بيكملوا ظلم ليها. ان هم ما حطوهاش في الماني ذا بانك ولا في الروت تو جلوري. المفروض ان بيكي لينش دلوقتي هي اكتر واحده اوفر في الدبليو دبليو حاليا بصراحه، لكن برضو عند مع بيكي لينش على طول بشكل لا يطاق. طيب عندنا سيدريك الكسندر كسب شينسكي ناكامورا. عندنا برضو جيسون جوردن عايز يكسب كارل اندرسون. عندنا كريس جيريكو ضد دين امبروز، كريس جيريكو يكسب. طيب فاندانجو ضد باتيستا، ديف باتيستا، فاندانجو يكسب. وآخر واحد هيتغلب هو شينسكي ناكامورا، نبقى كده غلبنا مرتين ونكسب أول مباراة ماني ان ذا بانك. يدينا 48 عقد. سيدريك الكسندر ضد براين كيندريك، سيدريك الكسندر يكسب. طيب هو انا لسه مدرك دلوقتي انه الكروت اللي جات لي ديت يعني وحشه جدا، الكروت اللي معايا ديت دلوقتي، فانا حاول جيسون جوردن خسر من بروك ليزنر، نحط فاندانجو يكسب بروك ليزنر. طيب فاندانجو كسب بروك ليزنر، نحط هنا كريس جيريكو
ضد براين كيندريك وكريس جيريكو يكسب طبعا. كريس جيريكو تاني ضد جون سينا، وجون سينا يكسب. لا كريس جيريكو كسب كويس طبعا. ده ايجي ستايلز اكيد هيتغلب اكيد من ايريك روبيت. طيب وعايز نكسبه من ارو كده، الموضوع مش كويس. طيب احنا نكمل 4 مباريات بعد كده لما نشوف الوضع يبقى عامل ازاي. تمام اخيرا طلع لي حاجه عدله من الكروت. نو واي هوزي يكسب كريس جيريكو، وهنا كريس جيريكو ضد انيجما جيف فريكن هاردي. كريس جيريكو خسر. نحط مين؟ نحط الاخ كريس جيريكو التاني. كريس جيريكو يرد حق كريس جيريكو ويكسب جيف هارد. طيب الاخ روب دي رودي بايبر اوعى تخسر، هيخسر. خسر رودي بايبر وضيع عليا مباراة الماني ده كلها. نحط شون مايكنز هنا ضد فيلفتين دريم. شون مايكنز يكسب. مباراتنا انتهت بالخسارة. طيب نلعب اخر مباراة ماني ذا بانك. جيسون جوردن ضد بروك ستروم. جيسون جوردن يكسب. تخيلوا جيسون جوردن يكسب برون سترومان في الحقيقة. أنا مش عارف هو جيسون جوردن فين الحقيقة، هو طويل جدا في إصابته. أتمنى إن هو يكون سليم يعني، أو يعني إصابته ما تكونش تطورت واحتاجت ان هو يقعد اكتر من الميعاد المحدد. طيب عندنا ده اكام ولا ريزار؟ ده اكام ضد فاروق، وفاروق يكسب. طيب. لو دي رودي بايبر خسر فالمباراة ضاعت. احنا نقول بسم الله خرجوا دي رودي بايبر دي جندر معان. انا مش عارف ليه بيدوا الخصوم اللي قدامي تمييزات يزودوا القدرة بتاعتهم. ادي درام دي رودي بايبر خسر وخسرت المباراة تاني. ايه يعني ذا ميز هيكسب الفاينل مثلا؟ اهو بوبي رود ده حاجة تقرف.
طيب كان 19 عقد. جميل خالص، حلو خالص. 19 عقد جامدين جدا، 19 عقد حلوين جدا، 19 عقد. انا زعلان ليه؟ طبعا واضح ان انا بتريق يعني. نلعب مباراة وايلد. بس قبل ما نلعب مباراة الوايلد نعمل حاجة. ستيف اوستن اندرتيكر. ايدج. نايومي. ساشا بانكس. طيب الموضوع مش عايز يظبط، مش عارف ليه. نحاول تاني. اهو ظبط الحمد لله. لما بغير بعد الديك الموضوع بيظبط. طيب شون مايكلز ضد فاندانجو. شون مايكلز سويتش ميوزك. وشون مايكلز يكسب. فاندانجو ضد ميك فولي. فاندانجو يكسب. بو داليس وفاروق ضد سامي زين ونيفل. بو داليس وفاروق يكسبوا كده. ابقى undefeated in a wild game. وقبل ما نقفل الحلقة نعمل فيها حاجة مهمة، ان احنا نفتح كارت جراند باك تشالنج، ويا رب يطلع لنا فيه حاجة حلوة. بسم الله. لا والله ده لسه احنا عايزين ايه؟ نكسب 3 روت تو جلوري. طيب انا هوقف التصوير لحد ما اكسب 3 روت تو جلوري دول. طيب يا جماعة كسبت 3 روت تو جلوري، وادي البوينت رقم 25. بسم الله. جراند تشالنج ريورد، يا رب يطلع لنا كارت كويس. بسم الله. نفتح الباك على واحد في بيست. طيب خلاص الحمد لله طلع لنا سبيد راسلمانيا 33، سامر سلام 17 تافنس، بروك ليزنر راسلمانيا 33، برون سترومان بيست. الحمد لله. طيب بكده تكون خلصت حياتنا يا شباب النهاردة. أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.